بداية منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة يعني وفي أحدكم فسيلة فليزرعها. فمن السنة النبوية نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التشجير وعلى الزراعة، والزراعة بمدينة الموصل يعني مهمة، لأن أشقد أكو زرع وخضار راح الجو يتغير، ونحن هسه خاصة نمر بهاي الأزمة الجو حار جدا يعني، ونحتاج إلى أماكن ناس هم تطلع تكون ترفيهية للناس، وهم يتغير من جو الموصل. يعني ما دام اكو خضار واكو ماء، ما شاء الله احنا على ضفاف نهر دجله، نطالب من الجهات المعنيه الحكومه بلديه الموصل انه يرجعون هاي غابات الموصل مهمه يمكن يشتغلون بها هسه. فنطالب يعني انه كل مواطن مدينه الموصل يزرع له ولو شتله شتلتين مقابل باب حوشه، حتى تعم الخضار في هذه المدينه الجميله، لان الخضار هم زينه وهم راحه للنفس وهم من يرطب الجو ويحلي الجو اكثر واكثر. طبعا التشجير شيء ضروري، يعني الاشجار اللي اجتاحت قبل العام الماضي انه لازم ترجع تنعاد تشجر، انعافت يعني ونهملت، ما حد جاي ولا ابد ولا اصلا. هذا طبعا غير المناخ، غير الاجواء، المدينه انعافت كلها اشتعلت، ما يعني ما حد جاي ولا ابد ولا اصلا. هذه هسه ايضا اللي بالجامعه زرعوها هنا، هنا بالجامعه نصها ماتت، يعني لو ما نحن نسقيها ماتت من زمان. يوم يفتح عليها احنا فيها 10 ماكو، نحن لو ما نسقيها كل واحد قدام محله يسقيها ولا ماتت من زمان. الاشجار لازم الاشجار من المدينه، نحن وصلنا اسمه مربع عين، عليش لك الاسم اسمه مربع عين، بس ايش بالحكي؟ راحت الاشجار، راحت حتى المناخ تغير، كلتنا نشارك، كلتنا الموصل موصلنا، ولازم نحن لازم نحن نرجعها. هي رجعت الحمد لله وفضل الخيرين، ندعو انه كلتنا نشارك، كلتنا نشجر المدينه، تشجير المدينه كلتنا نشارك، كلها شباب موجوده وكلها ما تقصر اي شباب، كل ليست نفسها على الموصل. طالب الجهات المعنيه بأنه شوية أنه الموصل تحتاج لها تشجير أكثر وأكثر، لأنه هي موصل أم الربيعين، فأم الربيعين لازم تكون بكل الجهات من يدخلها السائح. وهسه نحن نحمد الله ونشكره ما بعد التحرير بدأت الموصل بالإعمار وبالتقدم إن شاء الله وللأفضل، تشجير له عامل رئيسي بالمدينة من كثير أمورات، بأنه الموصل هسه عبارة عن صحراء صحراء صحراء، ما نقول صحراء بالكامل، بس يراد لها تشجير بعد اقوى واكثر، ويهتمون بالغابات، الغابات لانه هو المتنفس الوحيد للمدينه. يراد تشجير بعد اكثر وهاي المكانات الاهتمام اكثر. طبعا اكيد انه هو التشجير، من يصير تشجير لازم بالمقابل سقي، لانه اذا تشجير وبدون سقي ما عملنا شيء، ما راح يصير شيء للتقدم، لانه الاشجار اللي راح تنزرع راح انه تنتهي خلص. التشجير ضروري باي بلد كان. يعني انت هسه تلاحظ مثلا تركيا ماكو شارع، ماكو جزره وصليه ما بيها خضار. هون عندنا بالموصل، موصل ام الربيعين، يعني هي كان لبت الاشجار، لبت الورود، لبت الهد. فهسه بالوقت الحالي يعني على هذا الاعمار اللي عايز يسوونه المفروض التشجير يكون اكثر. بالنسبه للغابات اللي اشتعلت اعتقد العام انغاد لازم تتعوض، الى اي منطقه خضراء هي تكون جميله وتجمل البلد، وموصلنا حلوه، وظل ان شاء الله بوجودكم وجود الخيرين نطالب انه تشجر اكثر، اشقد تشجر اشقد يكون احسن.